للمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين وإعلان أحياء في القطاع مناطق منكوبة، إضافة إلى الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها الكيان المحتل من جراء عدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مقابل استمرار الخسائر الميدانية الجسيمة لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف. مرحبا بك أستاذ محمود. مساء الخير، الله يعطيك العافيه. مساء النور استاذ محمود. نبدا من ماساه الشجاعيه بعد اعلان قوات الاحتلال انتهاء العمليات العسكريه وسحب قواتها خارج الحي مخلفه عشرات الضحايا ومثلهم ايضا تحت الانقاض والقتل وعمليات الاباده مستمره مع استمرار الماساه الانسانيه. ما هي قراءتكم لما يجري؟ هو استمرار للإبادة الجماعية. كل المؤشرات وكل الإحصاءات والأرقام والأسماء التي أعلن عنها الهلال الأحمر الفلسطيني يشير إلى أننا أمام استمرار للإبادة الجماعية بحق عائلات بأكملها. النهار هذا اليوم تم الحديث عن إبادة ثلاثة عائلات بأكملها في هذه المنطقة. عندما خرج الجيش الإسرائيلي تم التنقيب عن الضحايا والشهداء، فوجدوا أن هناك عددا هائلا من ضمن هؤلاء الشهداء كان تجمعا لكبار السن. عدد من كبار السن في هذا الحي كانوا يتمركزون ويتواجدون في بيت واحد. الجيش الإسرائيلي رغم الصرخات قد باد هؤلاء الكهول دون أن يعير اهتمام لا لصرخاتهم ولا لأنهم إلى أنهم حقيقة ليسوا طرفا في أي معركة قائمة، وليس بإمكانهم أن يقاوموا أو يطلقوا النار أو يشكلوا أي شكل من أشكال الخطر على الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يستمر بهذا الشكل من أشكال القتل والإبادة، لأنه حتى هذه اللحظة لم يجد أي خطوات عملية تنفيذية تدفع باتجاه تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير. حتى الآن هذا القرار لم ينفذ منه شيء على أرض الواقع وبقي حبرا على الورق، وحتى مجلس الأمن الذي كان مطالبا بأن يضع خطوات تنفيذية وإجراءات تنفيذية على الأرض دائما كان يصطدم بالفيتو الأمريكي أو أن أمريكا كانت تأتي بمشروع قرار فارغ المضمون. هل هذا يعني ولا يعني أن إسرائيل على أرض الواقع بشيء يخدم الضحايا؟ هل هذا يعني أستاذ محمود أن الكيان الصهيوني لا يمكن محاسبته، إسرائيل لا يمكن أن يحاسبها أحد؟ لا، على العكس تماما. رئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء وحتى وزير الجيش عبروا عن حالة خوف وفوبيا من موضوع التنقل والسفر. هم يخشون من صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية على صعيد مقاضاتهم شخصيا. هذا يدفعنا لأن ندعو الأشقاء لكي يرفعوا قضايا في المحاكم الوطنية، وهذا النوع من القضايا بالضرورة بأنه سيضغط على قادة إسرائيل وسيحاصرهم. محكمة العدل الدولية بات واضحا بأنها تصطدم بمزاج ورغبة أمريكا، لأنها بحاجة إلى دعم من مجلس الأمن، ومجلس الأمن لن يوفر للغطاء السياسي ولن يوفر أي غطاء أو يأتي بأي غطاء حتى يدفع باتجاه تطبيق مثل هذا القرار. طيب ما سمع. يبقى أننا مطالبون بتفكير بآليات مختلفة من المحكمة الجنائية الدولية، القضاء الوطني في العديد من الدول الأوروبية وحتى في عديد من الولايات في أمريكا، بما يضغط باتجاه دفع الأمور نحو وقف المحرقة ووقف الإبادة الجماعية. أما حالة الخنوع والصمت والتي نجدها من قبل النقابات، نقابات المحامين، اتحاد المحامين العرب، النقابات الوطنية في عديد الدول الإسلامية، أنا أعتقد بأنها مقصرة على صعيد فرض وقف لإطلاق النار، لأنها مطالبة باللجوء إلى خبراء حتى يتم التفكير بآليات منطقية تضغط على إسرائيل وتدفع باتجاه تجنيب الضحايا مزيدا من الويلات، لأن الإبادة الجماعية مستمرة وإسرائيل حتى هذه اللحظة هي في وضع الإطمئنان وتتصرف على أنها دولة فوق القانون. هناك من يفسر استهداف المدنيين في حي شجاعية وغيرها من مناطق ببشاعة بهذا الشكل من قبل
إسرائيل على أنه محاولة منها للحصول على أكثر مكاسب، أي حكومة نتنياهو تحاول على أن تحصل على أكثر مكاسب من خلال المفاوضات الجارية. أما البعض الآخر يقول إنه ما هو إلا انعكاس لحالة انتقامية نتيجة الخسائر التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليين. يعني أيهما أقرب للواقع؟ أنا أعتقد أن الشق الثاني هو الأكثر منطقية، وبالذات إذا ما نظرنا إلى الدروس الدينية التي يقوم بها الحاخامات في إسرائيل والتلقين الذي يتم للأطفال. هم عمليا يشجعون الإبادة الجماعية، هم عمليا يربطون بين وهم يسعون لتكريسه في أذهان الأطفال وحتى المقاتلين في غزة، بأنك بمجرد أن تقتل أكبر عددا من الفلسطينيين فهذا يمنحك فرصة لكي تدخل الجنة. هذه أزمة أخلاقية وأزمة ضميرية، إسرائيل لا يمكن أن نجدها دولة تقترب بأي شكل من الأشكال نحو توفير حماية للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني. ولهذا السبب نحن أمام شكل من أشكال الصراع المختلف، حتى بالنظر إلى الاحتلالات القديمة التي كانت موجودة في العالم وحتى على مستوى العالم العربي. نحن أمام صراع ديني يتكرس ويتجذر ويتم تبريره ويتم تكريسه من خلال فتاوى دينية يقوم فيها الحاخامات في إسرائيل، ومن خلال التصريحات الفجة التي نجدها من خلال أقطاب الحكم ومن يرسمون السياسة في إسرائيل مثل وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي هو يكرس نوعا وشكلا من أشكال السادية والعنصرية، وعمليا يدفع الأمور باتجاه الصراع الديني. نعم، وهذا ليس بجديد. يعني أساسا هو وجود إسرائيل في فلسطين بحسب ما يرى الكثير ممن هم متخصصون في مجال الدين والعلوم الشرعية والإسلامية والدينية، أن إسرائيل أساسا عملية قتل الفلسطينيين على هذا النحو البشع هو إبادة جماعية دوافعها دوافع دينية، مثل ما يجري في باقي المنطقة وخاصة المناطق التي فيها النفوذ الإيراني. من وجهة نظركم، يعني الآن نتنياهو متمسك بشرط مواصلة الحرب، يقول إنه متمسك بالحرب حتى وإن كان هناك تقدم في المفاوضات، ما الذي يضمن أن لا يكون هناك مثلا أمور أو قرارات نظرية باللسان بالكلام في حين أن ماكينة القتل ستستمر من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين؟ حقيقة أن بنيامين نتنياهو من خلال هذا السعي ومن خلال هذه التصريحات يريد أن يفرغ المفاوضات من مضمونها، وهو عمليا يريد أن ينهي كليا على هذه الصفقة. الصفقة التي تتمسك بها الفصائل الفلسطينية وحتى الراعي القطري والراعي المصري كانت دائما تتحدث عن خروج إسرائيل من داخل أراضي قطاع غزة، وكانت تتحدث عن وقف دائم ومستدام للحرب، وكانت تعني بذلك أننا أمام استحقاق سياسي، أن إسرائيل عندما تخرج إلى خارج الحدود هناك استحقاق يكون خلال المفاوضات، وكان هناك أمل بأن الاعتراف المتزايد من قبل الدول بدولة فلسطين قد يسبب نوعا من الضغط السياسي على إسرائيل وقد يفضي إلى دعم حل سياسي يقوم على أساس حل الدولتين. بنيامين نتنياهو يدرك كيف يمكن أن يتنكر لحل الدولتين وكيف يمكن أن يستثمر السباق الانتخابي في أمريكا، ولهذا السبب يتصرف بهذا الشكل الذي هو ليس مستغربا. من يعرف ثعلب السياسة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، هكذا هو بنيامين نتنياهو، ليس المستغرب ما يقوم به بنيامين نتنياهو، بل المستغرب أننا قبل قليل كنا نتحدث عن الصراع الديني. المستغرب أن نجد دول إسلامية وعربية تتحدث عن الديانة الإبراهيمية، تتحدث عن التطبيع في ظل الإبادة الجماعية، تتحدث عن التقارب، تتحدث عن السياحة، تتحدث عن العلاقات الاستراتيجية مع هذا الكيان. يعني في ظل كيف هذه يمكن الأزمة نحن في ظل هذه الأزمة الأخلاقية له الغطاء السياسي في نعم في ظل هذه الأزمة الأخلاقية التي يعيشها العالم العربي والإسلامي
وهو يشاهد الفلسطينيين يبادون بهذه البشاعة. هناك من يتحدث عن التطبيع والتقارب مع إسرائيل. من وجهة نظر الكثير أنها قمة في الجبن وقمة في الخنوع، من وجهة نظر الكثير. من وجهة نظركم أيضا فيما يخص موضوع هذا الانفجار الشعبي الوشيك الذي يتحدث عنه الكثير من المراقبين يعني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد إعلان أحزاب إسرائيلية معارضة أن نتنياهو يقود تل أبيب إلى الدمار ولا يفقه في الإدارة شيئا. تحدثتم قبل قليل أن هناك رفض داخلي ضد حكومة نتنياهو، إلى أي مدى ترى أنها ربما تكون القشة التي ستقصم ظهر نتنياهو، وخاصة مع هذه الضربات الموجعة للمقاومة في غزة ضد الإسرائيليين؟ الحقيقة أن بنيامين نتنياهو يستمر بالمغامرة والمقامرة، وجزء مما يغامر به مستقبله السياسي، ولكنه يدرك بأن الرهان الذي يضمن بأن لا يذهب إلى المحاكمة هو جر إسرائيل إلى مزيد من الحروب والأزمات، وهذه إشكالية بصراحة تدفع باتجاه فقدان الأمن من قبل المواطن الإسرائيلي الذي يشعر بعدم وجود الأمن والأمان من خلال استمرار قذائف المقاومة في ضرب مناطق الغلاف، ومن خلال حتى تحذيرات الجيش الإسرائيلي عن قدرة المقاومة على قصف مناطق أبعد بكثير من غلاف المستوطنات، غلاف مستوطنات غزة وما إلى ذلك. حتى الآن الحراك لا زال خجولا حتى في إسرائيل، لأن أكثر تعداد للمتظاهرين لم يبلغ أكثر من 130 ألف نسمة. هذا العدد لا يرهب بنيامين نتنياهو، إذا ما وصل العدد إلى حوالي 400 ألف 450 ألفا فعندها يدرك بنيامين نتنياهو بأنه سيترنح، وحتى الحزب الحاكم الليكود أقوى من يسيطر على القرار في إسرائيل عند بلوغ المتظاهرين إلى هذا الحد فهو سيدرك بأن هذه مغامرة كبيرة ليس بمقدوره أن يستمر بها. ولكن الليكود للأسف الشديد ما بعد تحرير 3 من الأسرى في انصيرات قبل حوالي 40 يوما زادت شعبيته، وهو يعول على استمرار المغامرة، وهو عمليا يدغدغ العواطف من خلال بيع الوهم على أنه قادر على تحرير الرهائن والأسرى من خلال عمليات جراحية محدودة قد يجريها في هذا المكان أو ذاك في عمق قطاع غزة، مع أننا نتحدث عن أسرى في أماكن غامضة، وغالبا هم في أنفاق، وغالبا هم في مناطق بعيدة عن بعضها البعض، وبالضرورة أن المقاومة ستستفيد مما حصل في انصيرات، وأنها ستكون أكثر يقظة، وأنها بالضرورة لا. لن تسمح بتحرير رهائن أو أسرى أحياء، ولن تكرر ما حصل في انصيرات. من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف، شكرا جزيلا لك.